كابتن عادل، فريق كوت ديفوار او منتخب كوت ديفوار منتخب قوي، منتخب من المنتخبات الكلاسيكيه في كره القدم الافريقيه. اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده، اهم نقاط القوه الاول اللي موجوده في كوت ديفوار من وجهه نظرك؟ هم بيمتلكوا خط وسط وخط هجوم على اعلى مستوى، مستواهم عالي جدا، وعندهم اللعب السهل المباشر السريع. نعم. حافظين بعض في عمليه انسجام، والانسجام ده مش معناه ان هم بيعملوا معسكرات طويله زي ما احيانا البعض بيطلب يعني، لكن بيعتمدوا باستمرار على ثقافه اللاعب. ثقافه اللاعب بمعنى انه بيلعب تقريبا معظمهم بيلعبوا في اوروبا، فالمدير الفني لما بيدي تكليفات على اللوحه الملعب الصغير ده بيقول له انت هتجري في المساحه ديت وتعمل الواجب ده بالشكل الفلاني، وهتربط مع زميلك في الحته الفلانيه، وعملية الاستحواذ من البداية للنهاية، كل الأمور ديت. أيوة. الثقافة دي بيبقى اللاعب حافظها، وبالتالي لما بيخش قبل المباراة بيومين ثلاثة بيبقى عنده الانسجام ده مع زمايله. أيوة. وكل أوروبا عندها الوعي الثقافي ده اللي احنا إن شاء الله نتمناه. عندهم طبعا الجانب المهاري عالي جدا. السرعات عندهم، انكار ذات الحقيقه دايما، كان دايما ايام دروجبا كانت تبص تلاقي في سن ثقه زياده. في ثقه، في احيانا في نوع من انواع المغالاه. في انواع من الغرور شويه. الفريق ده احنا شفناه المنتخب بتاع امبارح اللي هو يعني اللي كسب الجزائر، شفناه بيلعب بتواضع جدا وبيلعبوا مقدرين المنافس تقدير عالي جدا، عندهم عملية تركيز عالية جدا، بيلعبوا الكرة السهلة المباشرة، حافظين بعض، بيضغطوا في مساحات معينة، عندهم مدرب كويس. كل الأمور دي أعتقد أنها في ده الجانب اللي حضرتك سألت عليه، وهو الميزات بتاعتهم خط الوسط والمهاجمين، عندهم عناصر ممتازة جدا على مستوى أوروبا. الجانب الآخر طبعا الشق الدفاعي عندهم بعافيه شويه وده اللي احنا ان شاء الله ارجو ان شاء الله الجهاز الفني مع كيروش يبقى فيه قرايه للفرقه ومذاكرتهم بشكل جيد، ويبقى فيه نوع من تقسيم المباراه، سيناريو المباراه من حيث البدايه، من حيث اول ربع ساعه او نص ساعه وهكذا، لحد لما تاخد من المباراه اللي انت عايزه. ولابد ان يبقى فيه تامين دفاعي، الى جانب ايه المانع ان انا في البدايه العب على المرتده وامن ان انا ما اجيش فيها جول من البدايه، دي هتفرق معايا جدا. فدي طبعا كلها حاجات اعتقد ان المدير الفني هيبقى صاحي، واعتقد طبعا في وائل وفي شوقي وفي ضياء وفي عصام الحضري لعبوا الماتشات دي قبل كده، وعندهم الخبرات اللي ممكن المدرب يستفيد منها، الى جانب طبعا خبراته هو، بحيث انه المباراه ديت تتقسم بشكل جيد. تمام. كابتن ماهر، خلينا نروح لمنتخبنا الوطني، طريقة لعب منتخبنا الوطني من وجهة نظرك. بص يا اسلام، قبل ما نروح للمنتخب القومي عايز اقول لك ان هم عندهم عنصرين مهمين جدا بصراحة، القوة والسرعة. فاحنا كمان لازم نفكر في حتة ازاي هنتعامل مع القوة والسرعة بهذا الشكل. في السؤال اللي انت سألته عن طريقة اللعب بقى بالنسبة لنا. ايوه. وكمان عندهم المهارة، ان هم معظمهم لعيبة من اللعيبه المحترفين في اوروبا. فالجانب المهاري برضك بيفرق بشكل كبير. فاحنا لازم نفكر يا اسلام، لان احنا في المباريات اللي بالشكل ده لما بنقرب خطوطنا مع بعض، ثلاث خطوط في نص ملعبك وانت بتدافع، بتقفل عليه المساحات اللي هو عايزها، بتقفل عليه الحاجات المهاريه اللي هو عايزها، الجمل التكتيكيه اللي بيشتغل عليها. فلما الخطوط الثلاثه تبقى قريبه من بعض في الثلث الدفاعي بالنسبه لمنتخب مصر في ال 30 يارده. ايوه. انا شايف ان هنوقف حاجات كثيره جدا من مميزات الاهلي كابتن عادل بالنسبه لنص ملعبهم وبالنسبه للجانب الهجومي اللي عندهم. لما مش هيلاقوا مساحات هتبقى الامور بالنسبه لهم فيها شيء من الصعوبه. خصوصا كمان يا كابتن اسلام عايز اقول لك ان هم برضك بيقلقوا مننا، يعني هم برضك عاملين حساب لمنتخب مصر بشكل كبير جدا، بيخافوا برضك من منتخب مصر. حاسين ان هم ان منتخب مصر في كل الدورات اللي قبل كده تفوق عليهم بشكل كبير يعني. النقطه الثانيه، السيستم اللي هنلعب بيه ده
ان احنا واحنا بندافع في 30 يارده بالنسبه لنا في حته الاستحواذ اسلام، لازم هنا الباص اللي بيطلع بقى من الرجل وبعدين التحرك اللي بعد الباص. ايوه التحرك ده ممكن يبقى فيه كونتر اتاك، نقدر نعتمد على صلاح، نقدر نعتمد ده الحقيقه ما كانش واضح في الثلاث مباريات اللي فاتوا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. اه لان احنا مش بنلعب بالسيستم ده، بتوصي ان هو ياخدوا بالهم من جدا ده. جدا خصوصا في الجانب الدفاعي يا اسلام، الجانب الدفاعي هو اللي بيديلك الطمانينه، هو اللي بيديك الثقه. كل ما بيجيش فيك يبقى انت عندك فرصه تقدر انت تبخته، تقدر انت تجيب فيه. وهي دي حلاوه الطريقه دي. يعني دي الطريقه اللي حتى كمان لو بنشوف الدوري الاوروبي نلاقي ان كل الفرق وهي بتدافع في نص ملعبها، ولما بتقطع واستحوذ كل الفرقه بتتنقل في نص ملعب الخصم. بيبقى 8 و2 بس اللي موجودين على الدايره في حته الاستحواذ او حته التامين او حته المسانده لو انت عايز تغير طريقه اللعب. نعم. فانا شايف ان يعني لعبتنا عندها السيستم ده، ويمكن لو رجعنا كده لكوبر ايام كوبر كنا متميزين بالطريقه ديت. نعم. وان احنا بنقدر نقفل بشكل كبير جدا واحنا بندافع. وبعدين لما بنستحوذ بنقدر نعتمد على المهارات اللي موجوده عندنا، عندنا من السرعات، عندنا من المهارات، عندنا من الحاجات اللي نقدر نبختهم بيها بشكل كبير، عندنا حاجات ثابته نقدر نتفوق عليهم بهذا الشكل. فانا عايز اقول ان مباراه قويه، وهيبقى الجانب التكتيك فيها بالنسبه للفرقتين هيبقى على اعلى مستوى. لكن انا شايف ان مصر طول ما احنا بنحافظ يا اسلام بشكل كبير جدا، احنا معرضين ان احنا في اي وقت نقدر نجيب هدف في الساحل العاج او كوت ديفوار.